ادخل يا سيف يا ابن سيدة. قرب هنا. السلام عليكم. لولا سلامك قبل كلامك لكنت قابلتك ولا سمعت كلامك. اقعد اقعد يا حيران يا غلبان. اي والله اي والله صدقتي حيران وغلبان قوي. قول يا غلبان شكواك. انا حكايتي طويله قوي، مش عارف بقى ابتدي منين ولا منين. انا عارفه كل حاجه. مين قالك؟ الزم حدودك وما تسألش. اهو حقك عليا حقك عليا، ما تزعليش. قول اللي في ضميرك. الحال بقى وحش قوي، كل يوم اوحش من اللي قبله. تستاهل. نعم قصدك ايه؟ قول طلباتك ايه. ينصلح حالي. وايه كمان؟ والحبيب اللي غاب عني أشوفه تاني. وإيه كمان؟ وعدو تخفسي بيه الأرض. حالك مش هينصلح إلا إذا اتصلحت أنت نفسك، وحبيبك اللي بعيد عنك قريب منك، لكن أنت أعمى القلب، وعدوك عمره ما كان عدوك، لكن أنت نيتك وحشة. أنا مش فاهم حاجة. ده شيء مش جديد عليك يا سيف. سيف يا سيف، الصوت ده مش غريب عليا. ما غريب الا الشيطان. امسك الورقه دي، فيها طلبات الاسياد. دي حاجات غاليه قوي، بس ولا يهمك، الحمد لله كلها موجوده عندي. لا هتشتريها من محل غير محلك. غير محلي؟ ليه؟ هي دي اوامر الاسياد، تجيبها من عند الحاج عبد الرحمن العطار. لا لا بقى كله لا ده. انت مش عايز امورك تمشي؟ ازاي الحاجات دي تبقى عندي في المحل بتاعي واشتريها من محل عدوي؟ هي دي طلبات الاسياد، وكفايه كلام بقى. الصوت ده مش غريب عليا. ما عادك انتهى، اتفضل من غير ما ترد. بدأت افتكر. اتكلمي اتكلمي. اتفضل من غير ما ترد. امرك امرك. الطلبات دي تيجي اوام لو كنت عايز تنول المراد. حاضر اعتبريهم عندك من النهارده. من عند الحاج عبد الرحمن العطار. اوعى مخك يوزك تجيبهم من حته تانية، ساعتها ذنبك هيبقى على جنبك، وهتزعل منك الاسياد، ويا ولد من زعل الاسياد. لا لا انا ما يخلصنيش ازعل الاسياد، يزعلوا ده ما يصحش حتى، انا تحت امر الاسياد وابو الاسياد كمان. سنجان سنجوح، شدر حالك وروح روح من الباب ده. قطعت نفسي. الله يقطع نفسك. يا حاج يظهر ان في حد مهم جاي لنا. يا اهلا وسهلا بيهم. يا اهلا وسهلا. بص يا رجاله بص يا رجاله. حي حي يا قيوم. ايه يا شمسه؟ معلش احنا لينا طرقنا. بص يا رجاله نزل ايدك. خلاص بص كده. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه اللي حصل؟ سيادتك اسالهم عملوا ايه مع الزباين؟ ايه اللي حصل؟ يا فندم دي دواعي امن يا فندم، ولازم انا قلت مليون مره تعاملوا الناس كويس. اتفضلوا بره بره. حاضر يا فندم. على فكره انا جاي من طرف الله يبارك لك خطوة عزيزه، بس شكرا ليك. اتفضل اتفضل خطوة عزيزه. اتفضل اتفضل. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. دي خطوة عزيزة. يظهر الشيخة فتنة بتعزك قوي يا حاج. أصلي طلبات الشيخة فتنة ما تلاقيهاش غير في الوكالة بتاعتي. طب أنا يا حاج بقى يلزمني الطلبات دي. ما تقولش يلزمني، دول يلزموا الأسياد.
هو سعادتك بتشتكي من ايه؟ لا الحاجة انا صحتي كويسة والحمد لله. هو الواحد ما بيشتكيش غير من صحته بس، بلاوي الدنيا كتير يا سعادة البيت. يا كامل. نعم يا حاج. خد جهز لنا الطلبات دي بسرعة. عينينا للباشا. احسن الاصناف. حاضر. ايوه انا عرفت. عرفت ايه؟ شكلك كده قلقان. الآن على مستقبلك. ايه الآن ليه؟ حاج كلامك مظبوط، بس بقى زي ما انت شايف الجرايد كترت وصحاب الجرايد دول عايزين يشغلوا الجرايد بتاعتهم كل ساعة والتاني يقول ده عجبني وده مش عجبني. وبيني وبينك العيار اللي ما يصيبش يدوش. معاك حق، الناس دلوقتي ما بقتش تحب تقرا غير عن الفضايح والحاجات اللي مش عاجباها، والجرايد الصفرة عودت الناس على كده. ايوه كلام. شوف يا سعادة البيه، اهم حاجة ان الواحد يشتغل باخلاص وما يهموش الناس تقول ايه. والله كلامك مظبوط يا حاج، انت جبت المفيد. اللي اتولد زي في السوق بيعرف الناس عن قرب، بيعرف الكويس من الوحش، والتاجر الشاطر اللي يعرف لبة الزبون بتاعه. عندك حق والله يا حاج، انت كلامك كله حكم. بس مين يسمع ومين يقرا؟ انا في الحقيقة يعني سعيد بمعرفتك وربنا يديم المعروف. الله يخليك. قول لي هو الحساب كام؟ يا كامل عملت حساب؟ حساب الباشا اهو يا حاج، اتفضل. معلش الطلبات كتيرة اللي طلبها الشيخ فتني. هو الحساب طلع 4500 جنيه. لكن عشان خطوتك العزيزة ولاني قلبي ارتاح لك وعشان خاطر الشيخة فتنة هخليهم 4000 بس. بارك الله فيك يا حاج، بارك الله فيك. وبعد إذن سعادتك ممكن كارتن بتوعك؟ كارت. اتفضل. جلال عبد العال. بسم الله ما شاء الله. الورقة دي فيها طلبات الأسياد، هتشتريها من محل غير محلك، تجيبها من عند الحاج عبد الرحمن العطار. واوعى مخك يوزك تجيبهم من حتة تانية، ساعتها ذنبك هيبقى على جنبك وهتزعل منك الأسياد، ويا ولد من زعل الأسياد. هتفضل ورايا عبد الرحمن. جدك هي يعني كفايك، قلبي هيقف بالضحك خلاص. قال والراجل كل ما يشوفني يقعد ينفخ كرشه ويبقلي خدوده ويعدي ويغني لي اغاني اسمه ايه ده، اسمه ايه، فريد شوقي. فريد شوقي ايه يا خالتي؟ اسمه فريد الأطرش. فريد شوقي ده ممثل بيمثل في الافلام وينزل ضرب في الممثلين. نفسي ابعت له الواد سيف يمثل له قلمين. يضرب في الناس ولا بيضرب على العود ويقعد يغني بقاله كتير عمال زمانها جاي وما فيش حد معبره. يغني مهما يغني، انا ما احبش غير اغاني الست ام كلثوم. يعني لو كان الراجل ده غنى لك الست ام كلثوم كنت هتغيري رايك؟ والنبي لو غنى ظلموه ما عبرت. هو في زي سيدي صالح ده الرجاله كلها كوم، وسيدي صالح ده كوم. يا سلام يا سلام يا سلام. قولي لي هنية، لما الحج كان بيتكلم عني ويجيب سيرتي كان بيقول لك ايه؟ إلا بيقول ده كان ناقص يعمل موال اسمه سيدة وصالح زي حسن ونعيمة كده. هو في أغلى منك عنده؟ ألف رحمة ونور علي. في إيه؟ أهو مش هنعمل حاجة بقى، وحشتني يا سيدي ولا يوم من أيامك يا أخويا. لا إله إلا الله، جري يا جدعان، ما كنا بنضحك ومفرفشين من شوية، أول ما جبنا سيرة الحج هتقلبوها غم ونكد. غصب عننا يا عيني، زهقنا من الضحك. أيوة بس لما نفتكره برضو نفتكره وإحنا مبسوطين، عشان هو جبن روحه تبقى مبسوط. انت خلاص بقى خلاص. على فكرة انتوا يوم الخميس الجاي معزومين بقى، هاتوا أصحابكم وجيرانكم وكل اللي معارفكم. خير يا هني؟ كاتب كتاب فاطمة بنت بهية. هي مش اختها اتجوزت الشهر اللي فات؟ اتجوزت دي حامل، انت لسه فاكره؟ الايام بتجري. الايام ده، الايام دي عامله زي شط البحر،
البني آدم يقعد على الشط يبني 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 وتيجي موجة تهد كل اللي بناه. ايه يا قبلي انت مش مع... ايه الحقيقة فيك تومي نين مال قبلتي بسم الله الرحمن الرحيم كفل الشر نين كفل الرحيم مال يا حبيبتي مالك مفيش مفيش ما تتخديش يا اختي دوخة دوخة عيشة نعم وديني 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 طب بالراحة بالراحة بسم الله الرحمن الرحيم على مين؟ يعني نعم يا حبيبتي حطيني فرشتي حاضر يا اختي ما تتخضيش على نفسك بصي انا هعمل لك كوباية كركديه ولا اكلم عبد الرحمن يوصف لك وصفة كده ما تقلقيش على نفسك اهلا وسهلا دي خطوه عزيزه كان لازم تعملها من زمان بس انا جاي بصفه زبون لا جاي ازور ولا الضيف زبون ايه يا سيف عمر الدم ما يبقى ميه بغاش هالفطه بقى بغاش هالفطه شوف لي الحاجات دي عندك بسم الله الرحمن الرحيم هي الاصناف دي مش عندك تتحقق معايا انا جاي زبون زبون انت لازم جاي من طرف الشيخة فوتنا ها؟ بلاش بقى غغي ملوش لازمة ده خلصني يا اخي انا مش فاضي مش فاضي هي بس انت كده ضارب في العليوي قوي يعني ايه؟ انا خلاص ما بقاش معايا حاجة تقيلها اديتك كل اللي حلتي قلت لي هرجع لك الطقطة ايه ولا حتى رجعت لي طقم واحد الصبر يا دولة الصبر يا حبيبتي الموضوع ده محتاج لصبر اكيد الست الدجالة دي اللي بتضحك عليك وعمالة تمص بدمك تضحك عليا ده ايه؟ تضحك عليا ده ايه؟ ده كبارات البلد بيروحوا لها يا هانم اقصد بتضحك عليكم كلكم ما انتش فاهمه حاجه ما تعرفيش عملت لهم ايه دخلتهم فوق فوق قوي بكره يا حبيبي تخليك انت تحت تحت قوي انا عارف انت بتقولي كده ليه بقول عشان مصلحتك لا علشان بتغيري مني مش عشان انا اكبر غيرتك دي هي اللي هتجننك اغير عليك هغير عليك على ايه ده انا حتى من ساعه ما اتجوزتك ما شفتش معاك يوم عدل لا بتغيري مش عشان اكبر خايفة الفلوس تجري في ايدي لحسن ابص لواحدة غيرك ما هو ده طبعا لا كتر الفلوس هيغيرك ولا حتى كمان قلتها يعني ايه؟ مش هتسلفيني 10,000 جنيه؟ ولا حتى 10,000 مليم انا خلاص ما بقاش حلتي حاجة كل اللي كنت شايلهم للزمن حضرتك ضيعتهم يعني ايه؟ اروح ارهن الوكالة؟ روح هي حتى الوكالة بقت بتجيب ايه؟ ده حتى عيشة اخدك بقت بتشتكي منك ان انت ما تدهاش ولا مليم لا الوكالة دي بتاعتي ما حدش هحاسبني فيها على اي مليم بس يكون في علمك حضرتك لا هتقدر ترهن الوكاله ولا حتى تقدر تتصرف فيها طول ما امك ما هي عايشه ها ازاي بقى الظاهر ان انت نسيت ان كل حاجه مكتوبه باسمها وكاله ايه يا واد اللي كتبها باسمك انت عبيط ولا ايه ما الوكاله بتاعتك انت واختك ايوه يا حاج بس ما اقدرش اتصرف فيها تتصرف فيها ازاي يعني تبيعها؟ انت عايز تبيع وكالة ابوك يا واد؟ عايز تضيع اسم الحج صالح من السوق؟ افهميني يا حج ابيع ايه بس؟ انا مش قصدي كده خالص انا قصدي يعني مش هقدر اغير فيها افرض اللي اعترى سوقها نام ساعتها بقى مش هقدر اقلبها حاجة تانية حاجة تانية؟ حاجة تانية ازاي يعني؟ ده بعدك الوكالة هتفضل زي ما هي خسارة خسارة خلفتك يا حاج صالح انا مش فاهمة انت ليه ما طلعتش زي اخوك ايه بقى يا حاجة ايه انت ما عندكش اليومين دول الا السيرة دي ما انت اللي كل شوية بتفور دمي اسمع يا واد انا هجيب لك بالاخر مفيش حاجة هتتكتب باسمك طول ما انا عايشة لما ابقى انا موت ابقى اعمل ما بدالك طب انا بقى محتاج فلوس دلوقتي عشان ان شاء الله اشتري بضاعه ولا هقف ابيع الهوا في الوكاله الوكاله مليانه بضاعه الواد مصلحي قال لي ان المخزن مليان اصناف والوان مترنخه بتقول يمين يشتريني افهميني يا حاجه افهميني بس في اصناف جديده نزلت السوق ماشيه كويس الواد عبده ابن ضرتك شغال فيها نار طب انا هجيب عبد واساله ده كلام يا حاجه عايزه تطلعيني صغير قدامه وهخليه
يجيب التجار اللي هو بياخد منهم وبيتعامل معاهم يوردوا لك كل الاصناف اللي انت عايزها، ان شاء الله تكون بمليون جنيه، بس انا اللي حاسبهم وانا اللي ادفع. خلاص هتحاسبيهم ولا حاسبهم؟ مش عايز حاجه، تتحرق الوكاله على اللي فيها. وجع في معاميعك. الو، مش عارفه صوتي ولا ايه؟ انا سيف. سيف ازيك انت؟ انا بصراحة يعني كنت قصدك في خدمة كده، كنت عايزك تشوفي لي 15 باكو. معقول انت بتقولي الكلام ده؟ طب خليهم 10 بواكي، طب خليهم 5 وانا هتصرف في الباقي، بس يا ريت يكونوا عندي الليلة. متشكر قوي، الف شكر، مع السلامة. صالحي. انت مصلحي؟ نعم السيف. قرب، ما تخافش كده، قرب. خير يا سيف؟ انا كنت عايزك تتصرف لي في 15 باكو. انت بتشتمني؟ حاجه على اخر الزمن وتهزق؟ ده انا لو باعوني في سوق المعيز ما جيبش 15 مليم. يا غبي، انا معقول اطلبها منك انت؟ بقول لك اتصرف، يعني شوف لي حد يسلفهم لي ان شاء الله بالفايز. كده نورتني. عايزهم امتى؟ هو انا كل ما قابل الشيخه لازم ادفع 10000 جنيه؟ والله النظام عندنا كده يا فندم. ما ينفعش اكلمها في التليفون؟ الست الشيخه مش بتحب تتكلم في التليفون. يبقى الاسياد منعينها بقى. هو حضرتك ناوي تدخل ولا تحب اجل لك ميعادك؟ لا تاجلي، ايه، هدخل طبعا، هدخل. طيب ممكن الفلوس؟ يعني عايز تخرب بيت الحاج عبد الرحمن؟ يا ريت. اخلص، صوتك ما يعلاش في مكاني. ليه؟ هو عمل لك ايه؟ كفاية انه السبب في وقف حالي. ازاي؟ ازاي؟ الزباين كلهم راحوا عنده. الوكالة بتاعتي اللي كانت بتاعت الحاج صالح ابويا الله يرحمه كانت بتشغي زباين، دلوقتي بتنش. الزباين كلهم راحوا لعبد الرحمن. وعبد قصدي الحاج عبد الرحمن ذنبه ايه في ده كله؟ ما اعرفش، ما يهمنيش اعرف. كل اللي يهمني انك ترفعيني زي ما رفعتيه، ومستعد ادفع لك الطقطقين قد ما بيدفع لك مرتين. يعني انت فاكر ان الحاج عبد الرحمن بيدفع لي فلوس؟ مال يعني بتبعتي له التقال كلهم اللي في البلد ليه؟ الاسياد، الاسياد هم اللي بيشرطوا الشروط دي زي ما شرطوا عليك. خلاص يا ستي خلاص، وانا طالب رضا الاسياد. باي تمن؟ بأي تمن؟ المهم انهم يحققوا لي اللي انا عايزه. سنجان سنكوم، شد رحالك وقوم قوم. يا كامل، مفيش اخبار جديده؟ صالح بيقول لي ان الحال في الوكاله اتدحضر قوي، وبقى لا يسر العدو ولا حبيب، واخوك الديون كترت عليه، وبقى يستلف بالفايز والعياذ بالله بالعشرة والعشرين ألف. وما قالكش بيستلف ليه؟ بيقول ان كل ده من ورا مشي البطاله الله محفظنا، واللي زاد وحط لي من دول انه يعرف واحده شيخه ماشي وراها. عاوز منها ايه؟ انا مش عارف. اللي يقول لي يا سي عبده، هو بيجي ياخد من عندنا بضاعه ليه؟ ده ما بياخدش الا اغلى بضاعه. ايه الحكايه؟ روح انت، ربنا يستر عليه. انا ما ضربتوش على ايده، هو اللي جه لحد هنا برجليه، ولما لقيته مصمم على ازيدك قلت لا، لازم اخليه يتوب ويبعد عنك. معلش، حالته بقت صعبه قوي دلوقتي، وعليه ديون مش قادر يدفعها. هي مش الست والدته دي غنيه؟ ايوه، بس مش عايزه تديله فلوس عشان ما يبعزقهاش. عموما انا كنت ناويه اديك كل الفلوس اللي هو دفعها لي عشان تفرقها على الغلابه، وحتى الحاجات اللي جابها من عندك موجوده زي ما هي. ربنا يبارك لك. ممكن تعملي فيها جميل؟ انت تؤمر يا عبده. يعني رجعي له الفلوس اللي دفعها والحاجات اللي اشتراها. بعد اللي عمله فيك يا عبده واللي كان ناوي يعمله؟ المسامح كريم. انا ما شفتش في كرم اخلاقك ده يا عبده. فيفي، انا عايز اقول لك حاجه عشان اريح ضميري. قول يا عبده قول. فاكره الحاجات اللي جبتها لك زمان وقلت لك انها من الهند؟ طبعا فاكره. عارفه الحاجات دي ايه؟
عارفة يا عبدو، عارفة. أكيد مش عارفة. أقول لكم ما تزعليش مني. الحاجات دي مش هندي. مش هو ده اللي أنت كنت عايز تقوله؟ يعني كنت عارفة؟ طبعا يا عبدو، هو أنا هندية؟ وما زعلتيش مني؟ أزعل منك أنت يا عبدو. هما مش بيقولوا بصلة المحب خروف؟ آه، بس الخروف طلع مش هندي. انت عارف يا عبدو ان دي اغلى هدية عندي، انا لغاية دلوقتي شايلاهم، كل لما بشوفهم بفتكرك. لسه عندك امل يا فيفي؟ انا لسه بحبك يا عبدو، واللي بيحب عنده امل. امسكي، طلعي الحاجات دول فوق على مركب العربية. عمل مصيبه من مصايبه. استر يا رب، استر يا رب، استر يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. تعالى يا ابني، ايه ايه الحاجات دي؟ الحاجات دي اللي كان وداها سيف للشيخه فوتنه لما راح لها عشان تاذيني، واستغفر الله العظيم تمشي له حاله. قال يا لهوي، الناد اللي بيصدق في الكلام ده؟ اخص عليك يا سيف، اخص. الحاجات دي ترجعوها له، لو هو عاوز يبيعها بمعرفته هو حر. عايز يرجعها لي وياخد ثمنها مني، انا تحت امره. حاول علاقة بالله. تعال يا ابني، حاول علاقة بالله. ليه بس يا سيف؟ ليه؟ الحاجات دي تمنها كام؟ وفي بخور عود بس ب20,000 جنيه، والحاجات التانية حوالي 12,000 جنيه. الواد ده هبل ولا ايه؟ لا مش هبل يا نينا، ده بعد عنك قلبه اسود وعاوز يخرب على عبد اخويا بأي تمن. الشنطة دي فيها 70,000 جنيه كاش، كان اداهم للشيخة فتنة. قلت في بيه يا رب، قلت في بيه يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا لهوي يا سيف، كان بياخد فلوس الوكالة ويديها لشمهورش وفتنة؟ يا خرابي، دي مش فلوس الوكالة، دي فلوس استلفها بالفايز كمان. طب ايه رأيك بقى؟ أنا مش هدهم ويبقى يعمل اللي هو عايزه. لا يا حاج، لازم ترجعهم له عشان يتصرف ويقدر يسدد ديوني اللي عليه، وإلا يحجزوا على الوكالة. يا لهوي، الوكالة يا عبده، أنا مش خايفة غير على الوكالة. مرة من المرات الوكالة دي هتضيع منه، هتبقى مصيبة. إن شاء الله مش هتضيع، أنا حاسس المرة دي إنه درس جامد ليه. مش قلت لك يا نينا الزمن هيديله قفا سخن؟ لكن قول لي يا عباد أخويا، الشيخة فوتنة دي اديتك الحاجات دي إزاي؟ أصلك ما تعرفيش الشيخة فوتنة دي طلعت مين؟ مين؟ أنا يا سيف. في إيه يا أستاذ سيف؟ عندي معاد مع الشيخة. الشيخة مش موجودة. طب والمعاد هعمل فيه إيه؟ لما ترجع من السفر إن شاء الله. السفر؟ هي سافرت ولا إيه؟ أيوة. وناوية ترجع إمتى؟ ما بتقولش.
انت كنت فين يا استاذ سيف؟ كنت فين؟ الحاجه كلمتك 5 6 مرات. ما قلتلكش عاوزه ايه؟ قالت لي عايزه ضروري 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 3 ضروري يا ابني. رايح فين انت؟ رايح فين دلوقتي؟ انت لسه هتتكلم؟ ده قالت لي اول ما يطب في الدكان هيجيني على طول. ليه؟ ايه الحكايه؟ انا مش عرفني. الو، ايوه نينا. لا ابدا، انا كنت في مشوار كده ورجعت. طيب في ايه؟ طمنيني بس، لازم اجي يعني دلوقتي؟ لا ابدا، اصلي يعني متضايق وتعبان شويه. طيب حاضر حاضر، جاي على طول. مع السلامه. يا هبل يا عبيط، واحد غيره كان اخد منك الفلوس والحاجه تخليص حق وقال لك ننتك في العش ولا طارت. انا كنت اقتله واشرب من دمه. انت فاكرني اهبل ولا كوديا؟ لا عبيط، الوليه ضحكت عليك وخدت فلوسك. لا يا حبيبتي. اه طب ايه هو اللي قال لها اديله فلوس وما تعملوش حاجه؟ عايز افضل زي ما انا، هو يبقى احسن مني. بس 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 بلاش خيبه، كلام الماسخ اللي ملوش طعم زيك ده. ده بدل ما تروح وتقول له كتر خيرك. خلاص خلاص يعني بقى كلكم بقيتوا معاه في صفه؟ لا يا حبيبي، انت بقى يا نطل ما سألتش نفسك الست بمبكشر عملت فيك كده ليه وايه صلتها بعبده؟ هقول لك انا ايه صلتها بعبده، افهمي نفسي تفهمي. بتنفعه وينفعها. طب هي بتنفعه، هو بينفعها في ايه؟ انا عارف بقى ايه اللي بينهم. ولما انت عارف كده تقوم تروح لغايه عندها برجليك. اعمل ايه بقى؟ كنت فاكر ان الفلوس هي اللي هتفتح لي بابها. يا اخويا قفلت الباب على مناخيرك وقالت لك اوعى توريني عرض قفاك. خلي البت دي تسكت، انا مش فاهم ايه اللي حشرها. عسل 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 عسل، اختك وعايزه مصلحتك. او ربنا مصلحتك ومناخيرك. مصلحتي ولا مصلحه الزفت اللي اسمه عبده؟ ما علينا، انت تاخد الفلوس وترد للناس اللي عليك، والبضاعه هو مستعد يشتريها منك ويرجع لك ثمنها. لا قولي له كمان على الموضوع اياه يا نينا، خلي بقى دماغه تضرب بالمره. اني موضوع ده يا بنت؟ فوتنا هي هي الرقاصه اللي كنت عاوز تتجوزها. فيفي؟ اه يا اخويا فيفي. عرفت بقى يا ابو الزكاوه يا بتاع الليل واخره ان عبده اخوك خلصك منها مرتين؟ المره الاولانيه لما كنت عايز تروح تتجوزها، والمره الثانيه لما رميت فلوسك وحالك تحت رجليها عشان تخلصك من عبده. سيبيني، ما حدش يحشني. هو في حد مسك الواد ده؟ مالك يا امي؟ تعبت ازاي؟ ما انا سيبها الصبح كويسه. طيب طب ما سبت السكه انا جاي لك. يا كامل. نعم يا حاج. خلي بالك لحد ما اروح البيت. خير يا حاج؟ في حاجة؟ الجماعة تعبانين، أروح أشوف لها دكتور. ألف سلامة، في حفظ الله يا حاج. على فين يا حاج عبده؟ أهلا يا سيف. يا ترى بقى النهاردة رايح لأني واحدة فيهم؟ الرقاصة اللي قلبت شيخة ولا بنت الجعش ولا غيرها ولا غيرها؟ عيب تقولي الكلام ده يا سيف في وسط الناس، ما يصحش. دي أعراض ولاية. لا شاف وفاهم في الأصول. تحب بقى أفضحك قدام زباينك دول اللي فاهمينك حاج بصحيح وباش بما يرضي الله؟ أنا مش فاضيلك دلوقتي، لازم أروح أجيب دكتور لمراتي. بطل شغل الأونطة بتاعك ده. انت عايز مني ايه دلوقتي؟ انت اللي عايز مني ايه؟ جه دايما واقف في طريقي، مش عايز تخرج من حياتي ليه؟ اعدلها ولا اخرج منها. وانت مالك يا اخي، دخلك ايه؟ انا اخوك الكبير و100 مره قلت لك ابويا وموصيني عليه. ابوك مات من زمان وشبع موت، بس وصيته دي دين في رقبتي. رقبتك دي هقطعها لك وما سبتنيش في حالي، فاهم؟ يا ريت كان لي اعدلك، كنت اضحي عشانك. سيبنا اروح لمراتي. يعني ايه الكلام ده؟ ماشي يا عبده، انا وراك والزمن طويل. خير يا دكتور؟ ما كانش المفروض تبقى حامل يا حاج، القلب تعبان. يعني في خطورة عليها دلوقتي؟ لازم يكون في رعاية كاملة لغاية ما تولد، وتكون دي آخر مرة. اتفضل. سلام.
الو اديني المدام. مش عارفه صوتي يعني؟ وده اللي هسيب بسرعه. ايوه يا سيف. انا لسه صاحيه من شويه. اصلي كنت سهرانه للساعه 5 الصبح. ايه ما شفناكش امبارح يعني؟ رحت لها امتى؟ لازم ما كنتش واخد معاد. ما انت عارف يا سيف الشيخه فوتنا لا يمكن تقابل حد من غير ما يكون في معاد. مش كان في زفت معاد؟ دول حتى ما رضوش يفتحوا لي الباب. ثم تعالي هنا. انت ليه ما قلتليش ان الشيخه فوتنا هي فيفي؟ يو يا سيف، وانت كنت سالتني يعني؟ وانت ايه اللي يهمك، رقاصه ولا مطربه؟ مش المهم تمشي لك شغلك. لازم زعلتها في حاجه يا سيف، مش ممكن من غير سبب. طيب 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 خلاص، يلا مستنياك تعدي عليا. يلا باي. والله والله ما زعلتها، اي حاجه عايزاها كنت بعملها على طول. الشيء بقى اللي انت ما تعرفيهوش ان انا كنت خلاص خلاص هتجوزها، لولا ان ليا اخ اتدخل في الموضوع وفركشه. الله الله الله، هو طلع اخوك؟ هي فعلا كانت حكت لي موضوع زي كده وقالت لي انها سابت الرقص بسببه. امال ايه السكه اللي هي ماشيه فيها دي؟ هي مالهاش ذنب، زباين جوزها هم اللي صمموا انها كده. وبعدين هي ما بتاذيش حد، اي حد بيجي لها بترجي بكلمتين وخلاص. اي حد يجي لها ترجي بكلمتين وخلاص الا انا. يبقى انت كنت عاوزها تاذي لك حد؟ لا والله، انا كنت عايزها تمشي لي شغلي، وعشان تمشي لي شغلي لازم تفتح لي السكك، وعشان تفتح لي السكك لازم تزيح ناس من سكتي. شفت بقى، يبقى كنت عاوزها تاذي لك ناس. ده شغل والتجاره فيها شم، ارحميني. وهي بقى ما بتعترفش بالكلام اللي انت بتقوله ده. المال كانت هتمشي لي شغل ازاي؟ هتشد الزباين من الشارع بالعافيه وتتحايل عليهم عشان يشتغلوا من عندي؟ مالكش دعوه انت، هي كانت هتتصرف. ما يمكن كانت هتدخلك مناقصات ولا عطاءات ولا تخليك تاجر جمله. ما قلتليش الكلام ده ليه؟ على العموم اديني فرصه اتكلم معاها، يمكن اخليها ترضى عنك. وانا مش طالب الا رضاها. قلتلي بقى، ده انت واقع قوي. دي الست الوحيده اللي حبيتها في حياتي. انا مش عارف مين دخل في دماغك اني زعلان لان خلفتنا بنات. يعني انا هتدخل في اراده ربنا؟ يعني انت مش زعلان كما ان اخوك مخلف صبيان؟ انت كل خلفتك بنات. تحب احلفلك بايه؟ نفسي اساعدك يا عبدو اكتر من كده. لا، معنى كده بقى انك عايزه تلم السعاده اللي في الدنيا كلها وتديها لي لوحدي، وده حرام. مش لازم نسيب شويه سعاده للناس الغلابه؟ يا لهوي على كلامك يا عبدو، يا لهوي على كلامك الحلو ده. صدقيني بقى، انا كمان عمري ما شفت واحده حامل وبالحلاوه دي. عارف يا عبدو، كلامك ده بيخففني ويخليني ما اخدش دواء، بيخليني احب الدنيا اكتر. الحمد لله. بهي انت وجودك جنبي بينور لي حياتي، عشان كده يعني عايزك تخافي على نفسك وما تفكريش تاني في حكايه خلفه الولد دي. احنا الحمد لله عندنا 5 بنات. بزعل قوي لما بيقولوا لك يا ابو البنات. انا ما بزعلش. قولي لي الاول، انهي اسهل في الود، ابو الصبيان ولا ابو البنات؟ ابو الصبيان، ابو البنات. ابو الصبيان، ابو البنات. لا طبعا، ابو البنات. ابو البنات فيها موسيقى، فيها فرحه. طب خالتي هنيه مش زعلانه؟ بالذمه انت عبيطه يا بهيه. ازعل؟ ازعل ليه؟ ومالهم البنات؟ ده البنات رزق، دي البطن اللي ما جابتش بيت ما كلفتش. طب ابوك الله يرحمه، رحمه ونور عليه، ما كانش يحب قد عيشه اختك. انا بقى عايزك دايما تقولي لها الكلام اللي من النوع ده. ايه؟ عايزك دايما تقولي لها الكلام اللي من النوع ده. حاضر حاضر، ما تشغلش بالك، انا ليا كلام معاه. ما حد عارف، مش يمكن اللي جاي في السكه ولد. كل اللي يجيبه ربنا كويس. ايوه انا بقول يمكن يمكن، ويمكن ربنا يستجيب دعايا ويجي ولد اتنين. اما خلي بالك، اوعي بقى هي تلف دماغك وتروح تسال الدكتور من وراكي اللي بطنها ولد ولا بنت. يا دلوطه، وهي تسال ليه؟ انا اللي هسال. وبعدين معاك يا امه، انا مش عاوز حد يسال في الموضوع ده. يا ابني يا دناي،
نفسي في حته عيل يشيل اسمك. يا امي انت ست مؤمنه بالله وبتصلي الفرض بفرضه، لازم ترضي بارادته. يا رب يا رب يا بهيه يا بنت زكيه تجيبي ولد ولد. مفيش فايده، يظهر مش هترتاحي غير لما تجيبي اجل الغلبانه اللي جوه. يا رب يا رب، نفسي في حد يقول لي مبروك جالك ولد. كنت عايزاني في ايه بقى؟ عايزاكي ترجعي عن سيف بقى. وارضى عنه ليه؟ يا فيفي الراجل بيحبك. بقول لك ايه، بلاش الاسم ده، انا محدش مسموح لي يقول لي يا فيفي غير عبده. وش معنى هو بقى؟ عشان ساعه ما حبيته كان اسمي فيفي، وساعه لما ربنا هداني على ايديه برضو كان اسمي فيفي. يا اختي ما هو سيف اخو عبده، وعلى راي المثل احمد اخو زدحمه. لا يا حبيبتي، الفرق بينهم كبير قوي زي السماء والارض. بس واحد بايعك وواحد شريكي. لا يا حبيبتي، عبده كان صريح معايا من الاول وحكالي كل ظروفه، لكن سيف ده بقى عايز مني ايه؟ عايز يلها في القرشين اللي حيلتي. ايه الكلام ده يا فيفي؟ الراجل صرف عليكي دم قلبه. عمل كل ده يا حبيبتي عشان مصلحته. مصلحته ده ايه؟ ما تنكريش انه بيحبك. افرضي حتى انه بيحبني، عايز مني ايه؟ هيعوز منك ايه؟ الراجل عايز يتجوزك. وانا بقى ما اقدرش اتجوز واحد كل همه في الدنيا انه يأذي عبده. ماشي، ولا حتى تشوفي له مصالحه؟ بقول لك ايه، قولي له يبعد عن طريق احسن له احسن. والله العظيم لو حطيته في دماغي ما هخليه يشوف يوم عدل في حياته. طب يعني يا فيفي بقول لك ايه، قفلي بقى على الموضوع ده وخلينا في المهم. انت بقى هتفضلي على حالك ده؟ حال ايه؟ انا مش فاهمه. يعني حبيبتي بقى تبطلي اللي انت فيه ده وتبطلي تمشي مع الاشكال اللي انت ماشيه معاها دي. الله، وعيش منين بس يا فيفي؟ ان وانت بس، وساعتها يا ستي هجوزك جوازه ما كنتيش تحلمي بيها ابدا. طب وانت يا اختي ما اتجوزتيش ليه؟ طب ما انا يا اختي اتجوزت مره بس مش عارفه ليه، من بعد وفاه جوزي وانا عندي امل اني ممكن اتجوز عبده. الله، انت مش قلتي انه متجوز؟ ايوه، بس مش عارفة ليه عندي إحساس كده إن عبده ده هو اسمتي ونصيبي. لازم لازم أشوفها. يا سيف بي، أعتقد إني مفيش معاد. لو سمحت من فضلك قولي لها سيف لازم يشوفك ضروري. مش ممكن، لازم يكون في معاد سابق. أرجوكي سيبيه يا أمل. اتفضل يا أستاذ سيف. خير؟ إزيك؟ الحمد لله، نشكر ربنا. وحشتيني وحشتيني قوي. أفندم جرى لك إيه يا أستاذ سيف؟ طلباتك؟ فيفي أنا. فيفي؟ فيفي دي مين؟ أنا عرفت كل حاجة ومش مهم أفهم أي حاجة، المهم عندي إني لقيتك يا فيفي. أرجوك يا سيف، أرجوك تنسى الماضي، الماضي خلاص انتهى. يا ريت تنساه زي ما انا كمان نسيته. انساه؟ انساه ازاي؟ حد ينسى عمره؟ ينسى حياته؟ حياتك لسه قدامك وبايدك تعيشها راضي وسعيد، لكن انت اللي ساجن نفسك في الماضي. فك اسرك يا سيف، افتح قلبك للدنيا عشان ترتاح وتريح. ارجوك يا فيفي ارجعيلي، ارجعيلي زي ما كنتي، وانا مستعد ادفع عمري كله وساب اي غلطه عملتها معاكي بقصد او بدون قصد. يا سيف افهمني، ارجوك بقى تفهمني، الماضي خلاص راح انتهى، وصدقني صدقني انا مسامحاك. وانا محتاج لك يا فيفي، محتاج لك. انت محتاج لنفسك، محتاج تتصالح مع نفسك. انا مستعد اعمل اي حاجه في الدنيا بس الاقيكي جنبي. ما ينفعش، لا انا ولا الدنيا دي بحالها نقدر ننقذك من اللي انت فيه. انت الوحيد اللي في ايدك الحل، افتح قلبك للدنيا وللناس، ساعتها لا هتبقى محتاج لي ولا محتاج لاي بني ادم تاني. ارجوك يا فيفي ما تبعديش، انا بحبك. نزل ايدك يا سيف وروح، روح شوف حالك. دايما هو اللي واقف بيني وبينك، ما فيش غيره. عبد الرحمن. عبد الرحمن، يا ريتك كنت زي عبد الرحمن، كان زمان مصيرك اتغير. دايما الاقي عبد الرحمن في وشي، حتى وهو مش موجود دايما الاقيه. يا ريتك تلاقيه بدل ما انت تايه عنه وعن نفسك. انسان يا سيف،
إنساني أحسن لي وأحسن لك. يا ريت يا فيفي، يا ريتني أقدر. مع السلامة يا سيف، ربنا يهديك.